Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir quelques mots et leur contraire avec l'explication de chaque mot. اليوم سوف نرى بعض الكلمات وأضدادها مع شرح كل كلمة على حدة وذلك لتنمية الرصيد المعرفي لأننا كلما كان لدينا رصيد معرفي غني بالكلمات سنوفق في توظيفها في الجمل وتركيب جمل صحيحة من أجل المحادثات اليومية بإذن الله. Alors, on commence. On a facile, facile. وتعني سهل. وضدها difficile, difficile. وتعني صعب. Facile تعني سهل وضدها difficile وتعني صعب. Tirer, tirer. وتعني اسحب او اسحب وضدها pousser, pousser. وتعني ادفع او ادفع. Alors tirer تعني اسحب وضدها pousser وتعني ادفع. ملاحظة ER à la fin تقرأ A A كما أشرنا في فيديو سابق. Alors long تعني طويل وضدها court وتعني قصير. Long G à la fin لا تنطق تنطق long وتعني طويل وضدها court كما لاحظنا هنا T في آخر الكلمة لا تنطق court وتعني قصير. peu تعني قليل وضدها beaucoup وتعني كثير. beaucoup تعني كثير. grand تعني كبير وضدها petit وتعني صغير. alors grand avec d à la fin لا تنطق d تنطق grand كبير وضدها petit وتعني صغير. كذلك d à la fin لا تنطق بالنسبة لي petit. jeune وتعني شاب. jeune تعني شاب وضدها vieux و x à la fin لا تنطق vieux تعني عجوز. maigre تعني نحيل او ضعيف البنية ضدها gros ولا تنطق S à la fin. وهذه كلها قواعد أشرت إليها في الفيديوهات السابقة. gros تعني بدين. en haut تعني فوق وضدها en bas كذلك S à la fin لا تنطق en bas تعني تحت. question تعني سؤال وضدها réponse تعني إجابة. question وضدها réponse. long ولا تنطق t à la fin تعني بطيء. long ضدها rapide وتعني سريع. long ضدها rapide. alors vide تعني فارغ ضدها plein EIN تنطق ان كما اشرت في فيديو سابق. plein وتعني ممتلئ.
جولي تعني جميل. ضدها لايد، لايد تعني قبيح. alors جولي تعني جميل، ضدها لايد وتعني قبيح. silencieux، silencieux لا تنطق X à la fin تعني صامت. وضدها bruyant، bruyant وتعني صاخب. fort ولا تنطق T à la fin تعني قوي. وضدها faible وتعني ضعيف. alors fort قوي وضدها faible ضعيف. vérité، vérité تعني حقيقة. وضدها mensonge، mensonge تعني كذبة أو كذب. alors vérité ضدها mensonge. dur، dur تعني قاس. ضدها مو وتعني طري. dur قاس وضدها مو تعني طري. alors vieux ولا تنطق X à la fin vieux تعني قديم. ضدها nouveau، nouveau تعني جديد. lisse تعني ناعم. ضدها غاشه تعني خشن، غاشه تعني خشن. alors lisse ضدها غاشه. fin تعني رقيق، fin تعني رقيق. وضدها épais تعني سميك. épais ولا تنطق S à la fin. alors fin ضدها épais.